السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة هنعمل فيها الكنافة السهلة البسيطة بتاعت زمان، ما فيهاش أي افتكاسات، والحشوة اللي احنا كنا بنعملها جوه الكنافة بتاعت زمان هنعملها مع بعض إن شاء الله. لو أول مرة تشوفوا القناة فضلا وليس أمرا لايك وشير سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل صينيه الكنافه اللي كانت ريحتها قلب الدنيا دي ازاي. انا عندي نص كيلو من الكنافه كانت في الفريزر، يفضل تحطيها في الفريزر تتجمد وبعد كده تفرويها بقى، تبقى سهله معاكي جدا، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. انا هنا بس مجرد بدوس عليها كده بتحس ان هي بتفك معاكي بمنتهى السهوله زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده ده نص كيلو من الكنافة، هنزل بثلاث معالق كبار من السكر البودرة اهو، وابتدي بقى اخلط كده الكنافة بالسكر، ولو في اي تكتلات من السكر حاولي ان انت تنعميه بايديكي علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات من السكر ويندمج السكر مع الكنافة كلها. بعد ما خلطت كده الكنافة مع السكر بيكون عندي سمنة، يفضل طبعا نوع السمنة يبقى حلو، لو سمنة بلدي طبعا الكنافة يعني سمنة بلدي بيفضل. عندك بقى اي نوع سمنه انت حباه ما فيهاش اي مشكله. انا هنا حطيت حوالي 4 معالق أو 5 معالق من السمنه، طبعا يفضل يكون السمنه سايحه علشان تبقى سهله معاكي وانت بتحطيها جوه الكنافه. بعد كده هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، هندهنها سمنه، حاولي بقى ايدك تبقى سخيه كده في السمنه لان طبعا الكنافه يعني سمنه زي ما حضراتكم شايفين. حطينا كده السمنه وزعناها بالمعلقه لان الفرشه بتاخد كم من او بتهدلي كم من السمنه، المعلقه بفرد بيها كده على طول بتبقى سهله ليا. بعد كده بقى بوزع الكنافه زي ما حضراتكم شايفين واعمل لها كده جوانب كده او سور للصينيه من الكنافه عشان الحشوه ما تطلعش مني بره الصينيه زي ما حضراتكم شايفين. حاولي بقى تساوي كده، لو في اي مكان عايز كنافه بحطه على اساس ان كله يبقى متساوي، وبجيب صينيه اصغر من الصينيه اللي انا عامله فيها واضغط بايديا، الف كده واضغط الف واضغط. هتشوفوا دلوقتي الكنافه ما شاء الله اللهم بارك اتساوت وبقت في منتهى الجمال. حركه الصينيه دي بتبقى اسهل من ايدينا وكمان بتبقى انجح كده. خلاص بعد ما حطينا الصينيه عليها وسوينا الكنافه، عندي بقى هنا سوداني انا كنت ضرباه في المطحنه بتاعت التوابل، هي بس لفه او لفتين، ما تحاوليش تنعميه يبقى زي البودره ولا يكون يعني ايه السوداني كبير، هي بس لفتين كده وخلاص. حطيت عليه زبيب، الزبيب بيبقى جوه الصينيه ما يبقاش على الحروف علشان ما يتحرقش مني في الفرن لان اللي كان في الحروف فعلا اتحرق. بعد كده حطيت جوزين، طبعا الحشوه دي ترجع لك انت زي ما تحبي، عندك سوداني بس، زبيب بس، جوزين، اي حاجه عندك، مكسرات، زياده الخير خيرين اللهم بارك، حطي مكسرات. المهم الحشوه دي بتبقى سهله وبسيطه، وزمان كانوا بيستسهلوا الموضوع وكانت بتطلع صينيه الكنافه في منتهى الجمال. انا حطيت بقى الطبقه الثانيه من الكنافه وبايديا بضغط كده عشان اشوف لو في مكان عايز كنافه بزود له علشان كلها تطلع متساويه مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين. ساوي بايديكي بقى كده، ونفس الطريقه اللي عملنا بيها الطبقه الاولانيه من الكنافه اللي احنا حطينا عليها الصينيه هنعملها مع الطبقه الثانيه. في الوقت ده بيكون الفرن عندي ساخن مسبقا على درجه حراره 200 رف اوسط. اهو جبت الصينيه وضغطت تاني اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين كده، وهجيب بقيه السمنه اللي عندي واحطها على الوش زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. وزع بقى السمنه كده، كتري السمنه لان طبعا الكنافه يعني سمنه، جلاش يعني سمنه، بسبوسه يعني سمنه، كل ما تكتري السمنه في الحاجات دي بتاخدي افضل نتيجه واجمل طعم فعلا ممكن تاكليه. هدخلها بقى الفرن تاخد وش فوق وتحت من غير شوايه، ولو عندك ما بتاخدش اللون من فوق ولعي الشوايه ولف الصينيه كل شويه لحد ما تاخد معاكي اللون الموحد اللي حضراتكم شايفينه ده. انا هنا ما ولعتش الشوايه، هي خدت لون فوق وتحت مع بعضها. هنا بقى عندي السيرب زي ما حضراتكم شايفينه كده، ده كان عندي من رمضان اللي انا كنت عاملاه، كنت عامله كميه، ودي اخر حاجه في البرطمان. السيرب ده كان عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، نص عصره ليمونه يعني نص ليمونه معصوره، وعليها ذره من الفانيليا، كل ده على البارد، وذره من الفانيليا واحطها على النار بعد الغليان 10 دقائق، بتدفي عليه وتسيبيه لما يبرد، وبعد كده بس اقليه الكنافه وهي سخنه. وحضراتكم شفتوا الكنافه شربت السيرب ازاي، يبقى كده الكنافه معايا ناجحه، لان الكنافه بتبقى سخنه السيرب او الشربات بيبقى بارد، بتطلع معايا انجح كنافه من فوق كريسبي او من بره كريسبي، من جوه بتبقى طريه كده في منتهى الجمال، كنافه تحفه. مش قادره بقى اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي وهي لسه في الفرن،
ريحتها كانت قلب الدنيا فعلا. هي دي الكنافة الأصلية بتاعتنا بتاعت زمان بدون أي افتكاسات. كانوا يعني الناس الحلوة بتوع زمان اللي كانوا بيعملوا الحاجة بحب كده، كانت بتطلع الحاجة جميلة وما فيهاش أي افتكاسات ولا صعوبة، ولا بأقل القليل كانوا بيعملوا أجمل حاجات ممكن يعملوها. هنا الكنافة بتاعتنا بعد ما قطعناها حطينا عليها قطعة من القشطة وقطعة من الكريز، ممكن تقدميها كده بس، ممكن شويه من الجوز الهند زي ما انت عايزه. الديكوريشن ده ليكي انت. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلكم اشعار بوصفاتي الجديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.